أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بالإخوة والأخوات والبنين والبنات والشباب والفتيات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات، وأن يجعل هذا إن شاء الله تعالى في ميزان الحسنات، وأن يكون مكثرا للحسنات وغافرا للزلات ورافعا للدرجات إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى لعل هذه أن تكون هي المحاضرة الأخيرة، سأحاول بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى أن أجعلها الحلقة الأخيرة أو المحاضرة الأخيرة، وإن تبقى من شيء إن شاء الله تعالى يمكننا التواصل عن طريق الوسائل التي سنذكرها بأمر الله تعالى. هذا الجانب أنا أعتقد أنه جانب عملي، بعد أن تحدثنا قبل ذلك في محاضرتين تقريبا في الجانب النظري. المحاضرة الماضية كانت على ما أذكر في الجانب العملي، وكانت تعتبر في الأولويات التي نحن بحاجة إليها في كجاليات مسلمة تعيش في الغرب الآن، سواء في أمريكا أو في أوروبا، ويمكن لعل على وجه الخصوص نحن الذين نعيش الآن في داخل أمريكا، وإن كان الوضع لا يختلف كثيرا عنه أمريكا في أوروبا، الوضع تقريبا يكاد يكون متشابه ومتقارب بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا عندنا أن الأولويات التي نحتاجها إنما هي في خمسة محاور: محور على المستوى الشخص على مستوى الفرد، المحور الثاني على مستوى الأسرة، المحور الثالث على مستوى المؤسسات، المحور الرابع على مستوى الجالية أو المجتمع، ثم المحور الخامس على مستوى العلماء. يبقى دي ثلاث محاور أساسية في الحديث عن الأولويات. لابد أن احنا نوزع الأدوار: الفرد له أولويات، الأسرة لها أولويات، العلماء لهم أولويات، المؤسسات لها أولويات، ثم بعد ذلك الجالية لها ما لها من الأولويات. وأنا أعتقد أن في المرة الماضية تكلمنا عن أولويات الفرد كفرد والشخص كشخص، وأجملها أو أتحدث عنها دون ما الدخول في تفصيلات. قلنا على مستوى الفرد أو الفرد، لا أدري، يمكن النقطة الأولانية سأذكرها الآن ربما لم أتحدث عنها في المرة الماضية ولن أطيل الوقوف عندها، وهي إدراك الهدف في الحياة. لازم كل واحد، كل شخص، كل فرد يبقى عارف هدفه في الحياة إيه. دي رقم واحد، إدراك الهدف في داخل الحياة، لكن جيد لعلها كانت موجودة. رقم اثنين، أولوية الفقه والفهم للدين على الحفظ والتلقين. لابد أن احنا قضية الفهم لابد أن تكون موجودة، والفقه كذلك لابد أن يكون موجودا، وهذا أولى من مجرد الحفظ والتلقين. الرقم ثلاثة، العناية باليقين الجازم لا مجرد العلم والجدل، وهذا في مجال العقيدة. يبقى لابد أن احنا يكون عندنا قضية، وإحنا بنعلم الفرد نفسه لابد أن الفرد يكون لديه أولوية العناية باليقين الجازم، الغرس في داخل النفوس اليقين الجازم، وليس مجرد إن هو علم وجدل وفقط، هذا في مجال العقيدة. رقم أربعة، الاهتمام بجانب الروح للشكل في مجال العبادة. أجانب العبادة لابد أن يكون هناك نوع من أنواع الاهتمام بجانب الروح، ليس مجرد الإنسان بيصلي أو ما بيصليش، لا، هل يؤدي الصلاة كما ينبغي أن تكون أم لا. رقم خمسة، اللي هو تنمية الجانب العلمي أكثر من الجانب المادي، وأنا أعتقد أن احنا اتكلمنا في هذا بشيء من التفصيل. عايزين الطالب الموجود عندنا، الفرد نفسه في حد ذاته، ينبغي أن يكون له مستوى علمي، والتحصيل العلمي لابد أن يكون واضحا عنده كذلك، لأن البعض أحيانا بيبقى الاهتمام عنده هيقبض كام وبياخد كام، وممكن بعد فترة مرحلة الثانوية أو مرحلة الهاي سكول بنجد أن كثير من الشباب يتفلتوا، يقول لك كده كفاية قوي والحمد لله رب العالمين، وأنا يكفيني ما أنا فيه الآن. النهاردة إن شاء الله تعالى وأبدأ الآن في قضية الأولويات على جانب الأسرة. على جانب الأسرة، ما هي الأولويات التي ينبغي أن تحصلها الأسرة وأن تعيش بها الأسرة؟ رقم واحد، الاهتمام بالثوابت. يعني إيه الاهتمام بالثوابت؟ إحنا عندنا ثوابت، هذه الثوابت تحفظ كيان الأسرة من التفكك، وإذا استطعنا أن نحفظ كيان الأسرة من التفكك بمعنى هذا سنستطيع أن نحفظ كيان الجاليات المسلمة يعني من التشرذم ومن التفكك كذلك. أولا، أهم هذه الثوابت على المستوى الأسري، رقم واحد،
التفاهم الأسري القائم على ممارسة الشورى. يعني إيه؟ يعني مستحيل أنك تجد جالية ناجحة والأسرة من الداخل مفككة. إحنا بنتكلم الآن على الثوابت، أول ثابت على مستوى الأسرة لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهم. التفاهم بمعنى إيه؟ التفاهم، هذا التفاهم لابد أن يكون قائم على ممارسة الشورى. ممارسة الشورى في كل شيء، في كل كبير وصغير. ولذلك قضية الانفراد بالرأي من قبل الرجل، من قبل الزوج، من قبل الذكور على حساب الإناث أو العكس ربما يكون موجودا، وإن كان هذا قليل وخصوصا في المجتمعات العربية، أقول هذا ينبغي ألا يكون موجودا تماما. شوفوا في سورة البقرة عندما تحدث الله جل وعلا عن قضية الفطام، قضية فطام الطفل الصغير، قال ربنا جل وعلا: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. يبقى ما بيجي نتكلم عن طفل يفطم عنده أقل من سنتين، عنده أقل من سنتين، ودي قضية بسيطة جدا للغاية، لا يجوز للأم أن تنفرد بقرار الفطام، ولا يجوز للأب كذلك أن ينفرد بقرار الفطام. إذن الأمر يوضع على مائدة الشورى، ثم بعد ذلك تتحقق المصلحة، تراعى فيها مصلحة الأم في المقام الأول وكذلك الطفل، ثم بعد ذلك ليس هناك من مانع أن الأب في حد ذاته يكون له رأي في هذا الإطار. ما بتكلم على هذا، لماذا أقول هذا الأمر؟ إني قضية التفكك الأسري أيها الإخوة والأخوات هذه من أهم أهداف إبليس. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. صباح كده بيصبح إبليس في الصباح قاعد عرشه على الماء. وبالمناسبة إبليس يحاول أن يضاهي مملكة الله سبحانه وتعالى، هو عمل له عرش كما أن لله جل وعلا عرش، جعل عرشه على الماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء. إبليس كذلك يصنع هذا الأمر، ثم يبدأ بعد ذلك يبعث سراياه، جنوده، أبناؤه، أتباعه، ليحاولوا غواية بني البشر. ثم يأتي بعد ذلك كل واحد منهم وقد قام بدوره ووظيفته، فيبدأ كده فلان واحد من هؤلاء يقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. فيقول له يعني ما يلبس أن يستغفر، فيقول له: لست أنت. حتى إذا قال أحدهم له: ما زلت بالرجل حتى فارق زوجته فيدنيه منه ويقول له: نعم أنت. ولذلك أقول قضية التأكيد على عدم التفكيك الأسري هذه قضية مهمة. يبقى أول ثابت التفاهم وعدم التفكيك. رقم اثنين من أولوية الأسرة أو الأولويات التي ينبغي أن تكون حاضرة عند الأسرة: المعاشرة بالمعروف. يعني إيه المعاشرة بالمعروف؟ المعاشرة بالمعروف هذه لا تكون إلا بالقيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق. بعض الناس أحيانا بيظن أن قضية المعاشرة بالحسنى خلاص أنا لي حقوق، ماشي، عفوا لي واجبات، ماشي لك واجبات لكن عليك حقوق. لأن هذه نقطة مهمة في الإسلام أو في شريعة الإسلام، جعلت حقوقي أنا واجبات على غيري وواجبات غيري حقوق علي، في نوع من أنواع التبادل. ولذلك بين الزوج والزوجة حقوق واجبات، بين الآباء والأبناء حقوق واجبات، الأب أو الأم عليهما أو هما معا عليهما واجبات تجاه الأبناء، هذه حقوق للأولاد أو للأبناء. وكذلك الأولاد الذكور والإناث عليهم يعني واجبات تجاه آبائهم، هذه حقوق لآبائهم. فأقول لابد أن تكون هناك معاشرة بالمعروف، وهذه المعاشرة بالمعروف تقوم فيما تقوم به أولا على القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق، هذا يحقق الحب والمودة والرحمة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رقم ثلاثة هي إقامة رابطة قوية بين الأسرة وبين المسجد. مهم جدا إن يكون أنا بتكلم الآن على الثوابت الأسرية. رقم ثلاثة من هذه الثوابت إقامة رابطة قوية بين الأسرة وبين المسجد، متمثلة في الأب صلاة وتعلما، وفي الأم حظا وتواصلا، وفي الأوراد حضورا وتفاعلا. يبقى أنا عايزين ترابط مع المسجد من الأسرة على مستوى الأب، على مستوى الأم، على مستوى الأولاد. على مستوى الأبي صلاة حضورا
في داخل المسجد يصلي وتعلما هو بيتعلم. طب الأم ليس شرطا أن تكون الأم موجودة، ولكن حظا وتواصلا، حظا تحض الأب وتحث الأولاد وتتواصل، إما عن طريق الأب أو الأولاد، وإما عن طريق بعض الوسائل أو أن تذهب بنفسها كذلك إذا سمحت لها ظروف. رقم ثلاثة عن طريق الأولاد، وهذا إنما يكون كذلك حضورا وتفاعلا مع البرامج التي تقوم بها المؤسسات أو يقوم بها المسجد أو تقوم بها كذلك تقوم بها المراكز. رقم أربعة وهو معرفة مقاصد الزواج، من ضمن الثوابت الأسرية معرفة مقاصد الزواج. يبقى الزوج والزوجة، الأب والأم، عارفين أن قضية الزواج الهدف منه مش مجرد يعني شهوة طارئة أو نزوة وقتية أبدا، وإنما من غايات هذا الزواج الكبرى هو إيجاد ذرية تحقق دين الله في أرض الله بين خلق الله وفق منهج الله على ما أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى قضية العلاقة الأسرية في مقصد أسمى ومقصد عظيم، هذا المقصد الأساسي تحقيق منهج الله سبحانه وتعالى، وتحقيق منهج الله سبحانه وتعالى أيضا من خلال ذرية صالحة تعبد الله جل وعلا وتوحده. ولذلك لما سئل النبي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام النسائي رحمة الله عليه، قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، أنا في واحدة ستي لا عندها منصب وذات حسب إلا أنها لا تلد، معروف أنها لا تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي أفأتزوجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. جه الثانية قال النبي لا. أتاه ثالثة عمل يكرر السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمماء، تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم. إذن دي هدف، دي غاية من مقاصد، من غايات الزواج ومن مقاصد الزواج. رقم واحد الحفاظ على الثوابت. رقم اثنين الحفاظ على الهوية، ودي مهمة خطيرة جدا. ده دور الأسرة في المقام الأول أن تحافظ على الأولوية. ولذلك أقول ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للأسرة أبا وأما هو الحفاظ على الهوية. يعني إيه الهوية بالمناسبة؟ الهوية دي تعني الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتماء إليها واحترام قيمها الحضارية والثقافية وإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز بها والتمسك بها. دي نقطة مهمة. يبقى الحفاظ على الهوية، أنا عندي بالمناسبة عندي الهوية التي ينبغي أن أحافظ عليها تتمثل في عدة أمور. رقم واحد العقائد والعبادات، رقم اثنين الثقافة واللغة، رقم ثلاثة التاريخ والحضارة. هذه النقاط ينبغي أن تكون حاضرة. يبقى بقول ثاني العقائد والعبادات، الأخلاق والسلوك، الثقافة واللغة، التاريخ والحضارة. معنى قد يقول البعض الآن، ويمكن نفتح باب للأسئلة، قد يقول هل هذا يتعارض مع الوجود الغربي الذي نعيش فيه الآن؟ مستحيل أن يتعارض هذا مع ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى. لا، للإنسان أن يكون له أكثر من انتماء. أنا بأنتمي إلى دين، وبأنتمي إلى بلد، وبأنتمي إلى قبيلة، وبأنتمي إلى ثقافة، كل هذا لا يتعارض أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى بقول إن إحنا عندنا قضية الحفاظ على الهوية نحن مطالبون به. مطالبون به لماذا؟ لأن الحفاظ على الهوية هو الذي يضمن لنا الحفاظ على الدين، الحفاظ على العقائد، الحفاظ على العبادات، الحفاظ على الأخلاق، الحفاظ على السلوك، الحفاظ على الثقافة، الحفاظ على اللغة، الحفاظ على الحضارة. الحضارة حتى وإن كانت هي جزء من التاريخ، لكن هذه الحضارة على الإنسان أن يعتز بها ما دامت هذه الحضارة لا تخالف شرعا ولا أيضا تعادي العالم أو الإنسانية التي نعيش فيها الآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على قضية الحفاظ على الهوية. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث فيما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. ألا
الأمر ده يعني ممكن يحدث، نعم من الممكن أن يحدث. ده في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى لو أن أحدكم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. متى هذا الأمر يحدث؟ اللي هي قضية المتابعة للآخر في كل شيء، في الخير وفي الشر، بل في الشر والأشر، في السيء والأسوأ. هذا يحدث عندما تضيع الهوية، لكن عندما أحافظ على الهوية، وهذا ثابت من الثوابت، أو هذا دور من أدوار الأسرة، عندما أحافظ على الهوية فيحفظ الإنسان نفسه ويحفظ الإنسان كذلك ذريته. رقم ثلاثة من دور الأسرة أو أولوية الأسرة: إيجاد جو إيماني. دور الأسرة لابد أن توجد جوا إيمانيا. هذا الجو الإيماني أحيانا قد تفتقده الأسرة في المجتمع، قد تفتقده الأسرة في داخل المسجد، قد تفتقده الأسرة فيما حولها، لكن إذا غاب هذا عن الخارج فلا بد أن يكون موجودا في داخل البيت. هذا الجو الإيماني يترتب عليه يعني نوع من أنواع الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى، تحبيب الأولاد في القرآن، تحبيب الأولاد في الله الخالق، تحبيب الأولاد في الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم، تحبيب الأولاد في القرآن اللي هو المعجزة الخالدة، تحبيب الأولاد في آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو واجب الأسرة متمثلة في الأب وفي الأم. مفاد هذا ينبغي أن يكون هذا الجو الإيماني موجود، بحيث يزيدهم في الله حبا وبالرسول اقتداء وبالقرآن ترتيلا وحفظا وعملا. رقم أربعة: تصحيح المفاهيم الخاطئة. هناك أيضا مفاهيم خاطئة موجودة عند 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 بعض الشباب، عند بعض الأولاد، ربما تكون موجودة في داخل المجتمع. الأسرة ينبغي عليها في المقام الأول أن تقوم بتصحيح هذه المفاهيم. وتصحيح هذه المفاهيم، هناك مفاهيم كثيرة جدا للغاية ينبغي أن نسعى جميعا إلى تصحيحها عند أولادنا وعند الناشئة كذلك. زي إيه؟ قد يسأل أحد الإخوة أو إحدى الأخوات فيقول مثل ماذا؟ أقول: أولا، مفهوم لا إله إلا الله، مفهوم لا إله إلا الله عند البعض إنها مجرد كلمة. يا سيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أريد أن نغير هذا المفهوم من مجرد كلمة تقال باللسان إلى مجرد كلمة لها ما لها من المقتضيات ولها ما لها من الاعتبارات. ولذلك هناك من يؤمن بأن لا إله إلا الله كلمة، وهناك من يؤمن بأن لا إله إلا الله منهج حياة. طب دورنا إحنا إيه؟ دورنا إحنا إن إحنا نثبت بالقول والفعل والعمل والسلوك أن لا إله إلا الله منهج حياة وليست مجرد كلمة. رقم اثنين: تغيير مفهوم العبادة من مجرد يعني تعبدات شعائرية، صلاة، صوم، زكاة، حج، قراءة قرآن، إلى إن أنا أجعل هذه الصلاة، هذه العبادة أيضا تشمل كل شيء في حياة الإنسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيضا هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس يعتبر أن الغرب كله شر أو الشرق كله شر. لا، الغرب فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من الشر، وإحنا عندنا بعض العادات فيها ما فيها من الخير وفيها ما فيها من الشر. المطلوب إيه؟ أن أخذ من عاداتي وتقاليدي في عالم الشرق أو في هذه الخلفية، أخذ ما فيها من خير وأدع ما فيها من شر. وأيضا كذلك في عالم الشرق، في عالم الغرب فيه خير، فليس كل ما فيه شر وإنما فيه خير، فينبغي علي كذلك أن أخذ ما لديه من خير وأدع ما فيه من شر. أيضا قضية الثقافة المغلوطة أو المفهوم الخاطئ عند بعض الناس، والذي أصبح الآن يوضع في أذهان بعض الناشئين من أولادنا وأبنائنا، أن الإسلام انتشر بالسيف. بالمناسبة هذا الكلام في القديم كان يقوله المستشرقون، الآن للأسف الشديد هناك بعض الأفراد بل بعض الجماعات تتبنى فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف. من قال هذا؟ من قال هذا؟ الإسلام لا، وإنما كما قال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه: الإسلام انتصر على السيف. يبقى بنقول في المقام الأول الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتصر على السيف، ولذلك قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل يتخيل إنسان أن الله جل وعلا عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى قضية السيف؟ لا لا أبدا. ولذلك عندما ننظر إلى البلدان التي فتحها الإسلام وبدون سيف وبدون جيوش وبدون جنود وبدون هذه الأشياء،
سنجد أنها الأكثر عددا وربما الأكثر استقرارا. إندونيسيا، ماليزيا، شمال يعني الجنوب شرق آسيا على وجه العموم تقريبا لم يكن هناك أي جيش فتح هذه البلاد، وإنما عدد من التجار وخصوصا التجار الذين أتوا من حضرموت من اليمن الذي أسأل الله جل وعلا أن يعيدها سعيدة أو سعيدا كما كان، ذهبوا بأموالهم بتجارتهم، ثم بعد ذلك كان معهم الخلق وكان معهم العلم، ففتحوا هذه الديار بما عندهم من علم وما عندهم كذلك من أخلاق. ده على مستوى الأسرة، بيقولوا على مستوى الأسرة الأولويات، رقم واحد الاهتمام بالثوابت، رقم اثنين الحفاظ على الهوية، رقم ثلاثة إيجاد جو إيماني، رقم أربعة تصحيح المفاهيم الخاطئة. طيب الآن ننتقل على المحور الثاني، وأنا كنت يعني كانت النية يعني عزمت النية على أن أقدم الأولويات على مستوى المؤسسات والمراكز والمدارس والمساجد أن أقدمها، لكن الوقت سيكون قليل، فسأتحدث الآن عن الأولويات على مستوى واحد، على مستوى اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مستوى العلماء والدعاء، ثم على مستوى الجالية، وسأختم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على مستوى المؤسسات والمراكز والمدارس والمساجد. طيب دعونا نبدأ الآن في الحديث عن الأولويات على مستوى العلماء وعلى مستوى الدعاء. لا شك إن العلماء لهم دور بارز دائما وأبدا، إما في الرقي بالجالية وإما والعياذ بالله في الوقوف بالجالية عند أمور ربما لا تكون من الشرع ولا علاقة لها بالشرع. طيب قد يقول بعض الإخوة الآن دلوقتي، هل هذا فيه اتهام تتهم أنت العلماء؟ أنا لا أتهم العلماء ولا أتهم الدعاة، وأنا واحد منهم، لكن حديثي بالمناسبة عندما سأقول سأذكر سواء على مستوى الدعاة والعلماء أو حتى على مستوى الجالية أو حتى على مستوى المؤسسات والمراكز والمدارس والمساجد، لن يكون الحديث تعميماً، وإنما سيكون الحديث إن هذا جزء أو هذا موجود، قد يكون موجود في كل المؤسسات ولكن بنسبة، قد يكون في بعض المؤسسات دون غيرها. طيب تعالوا الآن نبدأ على مستوى الدعاة والعلماء. أول شيء الجمع، أولوية الجمع بين فقه الشرع وفقه العصر. ما ينفعش إن أنا قاعد أكون لحديثي دائما وأبدا عن قال الله وقال الرسول فقط، لكن قال الله قال الرسول لابد إن أنا أنزل بقال الله قال الرسول على الواقع الذي نعيشه الآن، الواقع اللي هو فقه العصر. لا يجوز بأي حال من الأحوال إن إحنا نعيش دائما وفقط في قضية قال الله وقال الرسول، ده كل ده أساسي ولازم أقول قال الله وقال الرسول، لكن قال الله وقال الرسول ده جزء من فهم النص، في مقابل هذا أنا عندي كمان الواقع الذي يعيشه الآن. يعني بالله عليكم، هل يستطيع أحد أن يتخيل أن الواقع الذي نعيشه الآن في القرن 21 في داخل الغرب، في داخل أمريكا أو في داخل أوروبا، هو نفس الواقع الذي عاشه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الناس الذين عاشوا معهم رضي الله عنهم أجمعين؟ ده احنا كنا بنجد نوع من أنواع الاختلاف في الفتاوى والآراء والمواقف عند عمر عنها عند أبي بكر، وعند عثمان عنها عند عمر، وعند علي عنها عند الثلاثة الكبار الذين سبقوه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى إذا كان الأمر يختلف في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه عن عصر أبي بكر، وفي عصر علي عن عصر عثمان، أوليس من باب أولى إن إحنا الآن في هذه المرحلة أن نراعي هذا الأمر؟ يبقى فقه الشرع موجود لكنه لا يعيش وحده، وإنما يعيش بجواره كذلك مع فقه العصر. اثنين، رقم اثنين هي قضية التيسير، أولوية التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. يعني دائما إحنا عندنا خطين موجودين، والخطين دي الموجودين من القديم، قضية الأخذ بالأحوط والأخذ بالأيسر. الأحوط ده أحيانا في فترة من الفترات ربما يصل إلى ما من الممكن أن تسميه الأشد أو التشدد في بعض الأوقات. ولذلك أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور بالمناسبة كان من العلماء، لما أراد أن يصنع الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، أراد من مالك أن يصنع له كتابا يجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،
قال له مما قاله: أريد منك أن تجمع لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب. وبعدين قال له: توطئه توطيئة. وديت الجملة الموطأ جاءت من هنا، توطئه توطيئة. طيب وبعدين قال: تجنب فيه شدائد ابن عمر، شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشذوذات ابن مسعود. يبقى أنا الآن عندي ثلاث شخصيات لكل واحد منهم منهج. الأولاني منهج التشدد، أي أخذ بالأحوط دائما وأبدا، هو منهج عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الثاني هو منهج الترخص والأخذ بالأيسر، وهو مذهب أو منهج سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. المسلك الثالث وهو عرف دائما وأبدا بالشذوذات. الشذوذات هنا معناها إيه؟ الشذوذات هنا تعني الأخذ دائما الانفراد في الرأي، مش الشذوذ بمعنى انه يعني خرج عن الناس دائما وابدا. لا، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه له في بعض المواقف الانفراد عن الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فهذه تسمى شذوذات او انفرادات. الذي فعله ابن مسعود، يعني على سبيل المثال، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان مما نسب إليه رضي الله عنه أن المعوذتين ليست من القرآن، بالرغم أن المعوذتين كانتا مكتوبتين في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هو أخذ هاتين السورتين على اعتبار أنهما دعاء وليست من سور القرآن. قالوا: وقد رجع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن هذا الأمر. إذن أنا أقول في عندنا التيسير، لكن التيسير الذي ننادي به دائما وأبدا هو التيسير القائم على الدليل والبرهان، وليس التيسير القائم على الهوى عياذا بالله. وكذلك التبشير في الدعوة، ونحن ندعو الناس. الناس دولت قد يكونوا مسلمين أو قد يكونوا غير مسلمين، قد يكونوا أقارب وقد يكونوا أباعد. مهم جدا أن احنا عندما نتحدث عن هذا أن تكون التبشير في الدعوة قائم. رقم ثلاثة على مستوى الدعاء: الاهتمام بالشباب لا بالشيوخ والعجزة. بعض الناس بيبقى دائما وأبدا حواره بعد الدعاء والعلماء حديثه عن اللي فوق الأربعين والخمسين والستين. تبحث عن الشباب الذين حوله ربما لا تجد أحدا. طبعا هذا نوع من أنواع التقصير، هو ليس التقصير من الشيخ أو الداعي أو العالم فقط، وإنما يعني تقصير يشترك عدد كبير منهم في هذا الإطار. ولذلك ينبغي على الدعاة أن دائما وأبدا يكون في كل مسجد، في كل مركز، في كل سنتر، حول كل عالم من العلماء لابد أن يكون هناك عدد من الشباب. وقد نتحدث عنه لأن ده ليس دور العلماء وفقط، ولكنه كذلك دور المؤسسات ودور الإدارات. رقم أربعة: رفع شعار الأمة لا الفئة أو الطائفة أو الجماعة. العالم ينبغي على العالم ألا يكون مرتبط بفئة معينة ولا بطائفة معينة ولا ببلد معين، لا، وإنما ينبغي عليه أن يكون منفتحا. دي الأولوية، أن يكون منفتحا على الأمة، أن يرفع شعار الأمة. الله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. لكن أن الإنسان يكون محصور أو متقوقع، أن يتقوقع العالم أو أن يحصر نفسه في فكر بعينه، في مذهب بعينه، في جماعة بعينها، في طائفة بعينها، في حزب بعينه، أنا أقول أن هذا مستحيل أن يعيش به الإنسان وهو يعيش في الغرب. رقم خمسة وهو قضية التجديد المنضبط، لا الجمود القاتل ولا التسيب ولا التسيب المهلك. الأولوية في كل وقت هي للتجديد، لكن تزداد الآن، لأني كما ذكرت في البداية في أول نقطة وهي قضية فقه العصر، إن هذا العصر يحتاج دائما وأبدا إلى تجديد. هذا العصر يحتاج دائما وأبدا إلى التيسير، لأن الحياة المادية طاحنة، وإذا كانت الحياة المادية طاحنة والناس كل شيء متعلق بالمادة، فأنا أحتاج دائما وأبدا إلى التجديد. لكن كما ذكرت قبل ذلك، هو تجديد منضبط بقال الله قال رسول الله، ده لابد أن يكون حاضرا وأن يكون منضبطا، لابد أن يكون واقعا، لابد أن يكون موجودا التجديد. ولذلك الكون إن إحنا عايشين هنا، بعض العلماء، وأنا واحد من العلماء برضو عشان ما أتكلم على أي حد، أنا بتكلم على صنف أنا أنتمي إليه، إذا عاش بعضنا بنفس المشاكل بنفس القضايا التي نعيش بها في الشرق،
هذه مصيبة من المصائب ينبغي أن ننفك بعيدا عنه، وإنما تجديد، لكنه تجديد ينبغي أن يكون من أهله وأن يكون كذلك في محله. رقم 6 هو البحث في القضايا المعاصرة للقضايا التاريخية. يعني أما نجد النهارده بعض الدعاء أو المشايخ أو العلماء، مع الحب والتقدير للجميع، أن يكون حديثه عن قضية خلق القرآن. أنا قضيتي الآن ليست في قضية خلق القرآن، أنا قضيتي الآن ليست في قضية تأويل الصفات، أنا قضيتي الآن في واحد يعني لا يقول بخلق القرآن. ما فيش حد بيتكلم عن خلق القرآن، ده أنا مشكلتي مع واحد ينكر القرآن بالكلية، فأجي أكلمه وأقعد محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة في قضية خلق القرآن، لا دي قضية تاريخية انتهت خلاص. ممكن أتكلم عن بعض الدروس والعبر من موقف الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن ما تبقاش قضية الساعة وحديث الساعة وفعل وكان، لا لا لا، أنا أخذ العبر والعظات من مثل هذا الموقف. كذلك أما أجي أتكلم الآن ليست القضية في قضية التأويل. الناس الآن مش مشكلتهم التأويل الصفات، وهذا كان مذهبا عند بعض من ينتمون إلى أهل السنة، وإنما يعني اللي هم الأشاعرة أو الماتريدية أو ما يطلق عليهم بأنهم الخلف. ولكن القضية الكبرى في من ينكر وجود الله لا من يؤول صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطة مهمة. رقم 7 الاحتكام إلى النصوص المعصومة لا إلى أقوال الرجال. أنا مهما كان الإنسان عالم، من أول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عمر، عثمان، علي، بقية العشر المبشرين، أصحاب العقبة، أهل البيعة الرضوان، من قبلهم أهل بدر، كل هؤلاء جميعا، الأئمة العظام بداية من أبي حنيفة ومرورا بمالك والشافعي وأحمد وبقية الأئمة المحدثين كالإمام البخاري والإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وكل هؤلاء جميعا أقول عندنا قاعدة ثابتة قالها الإمام مالك رحمة الله عليه، قال كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أحتكم إلى قول فلان، وإنما لأن فلان هذا ليس بمعصوم، وإنما أحتكم إلى قول الله سبحانه وتعالى. النقطة التي بعد ذلك وهي الاعتماد على الاجتهاد الجمعي للإفتاء الفردي. يبقى نقول إن العالم هناك اجتهاد الآن، نعم، لكن هناك نوع من أنواع الإفتاء الفردي، أو قد يكون فيه اجتهاد فردي، لكن ينبغي على العلماء وعلى الدعاة أن يكون احتكامهم أو اعتمادهم على الاجتهاد الجمعي القائم على عالم واثنين وثلاثة وأربعة، على مؤسسة، على عدد من المؤسسات، فهذا قد يكون فيه العصمة من الخطأ تكون فيه أكبر من اجتهاد فرد واحد أو اثنين أو ما شابه ذلك. رقم 9 حديث القوم بلغتهم دون إكمال لغة القرآن، هذه أولوية. يعني أنا أرى أني يعني حديثي إلى الإخوة الآن ربما هو باللغة العربية، والغالب الأعظم طبعا بيتحدث باللغة العربية، ده يمكن على اعتبار أننا عايشين في نيويورك، ودي طبيعة معظم الأعضاء الموجودين في داخل الناس، أو حتى الأعضاء الموجودين في داخل المساجد الآن في البيئة اللي احنا عايشين فيها يغلب عليها اللغة العربية. لكن الأصل أن يكون حديث الناس بلغتهم، وقد قال ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللسان هنا الأصل فيه هو اللغة، أن يتحدث بلغتهم. لكن بعض الناس أحيانا تطغى قضية يعني يقول لك خلاص اللغة الإنجليزية ويهمل لغة القرآن. أنا أقول ينبغي أن يصير الإنسان العالم في خطين متوازيين، وهذا أيضا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المؤسسات، لكن في بعض الأوقات قد تكون الغالبية العظمى ليست للغة العربية وإنما للغة الإنجليزية في إيصال المعلومة. لكن كيف يفهم الإنسان النص القرآني وهو لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، لا يقرأ بها ولا يفهم بها، خصوصا ونحن في وقت ما زال هناك قصور في الكتب التي ترجمت من يعني كتب الفقه، الحديث، التفسير، ما زال هناك عجز في هذه الكتب، والعجز القائم في هذا أيضا هناك قصور كذلك أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بالمتحدثين بها، وهذه إشكالية كبرى.
هذه النقاط المهمة جدا التي ينبغي أن نتحدث فيها إن شاء الله تعالى، والتي ينبغي أن تكون حاضرة في هذا الإطار، والتي أن ينبغي أن تكون موجودة عندنا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر بأمر الله تعالى، وإن شاء الله تعالى نكمل بعد صلاة العشاء.